السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعامل ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. نزلت النهاردة السوق وقلت اجيب شوية مشتريات من الخضر والبقول يعني عند العطار، وحاجات بسيطة خالص من السوبر ماركت طبعا عشان العيد. كل سنة طيبين، احنا مش هنخزن العيد بس عشان احنا الحاجات دي بتبقاش موجودة تاني يوم العيد على طول. لو انت احتاجتي يوم العيد مفيش حد فاتح، احتاجتي تاني يوم العيد، تالت يوم العيد اللي هو الاسبوع بتاع العيد مبقاش في حد فاتح، ولو في حد فاتح بيستغل اكتر استغلال، يعني بيزود لك اضعاف اضعاف سعر الحاجة اللي انت بتشتريها. فاحنا بنجيب يعني قبلها، وطبعا عشان الواحد بقى خلاص نظف التلاجة وهي يعني فاضية، فقلنا بقى ايه نملاها كده بالخير والبركة. فنزلت جبت هنا واقول لكم على الاسعار، طبعا الاسعار برضو غالية، الاسعار نار، وكل ما تتاخري وتستني مثلا عندي يوم الوقفه هتلاقي الاسعار زادت اكتر واكتر. يعني كيلو الجزر هنا وجزر مش قد كده، انتوا عارفين جزر الصيف يعني، بس هو جبنا حاجه بتقضي الغرض. كيلو الجزر ده طولي بخمسة، بعد ايه ده بتقول لك كيلو ونص ب10، طب ب6، المهم ده طولي بخمسة اهو. ده كيلو جزر، وهنا الطماطم دي اللي هي النظيفه الحلوه الجامده، يعني حاجه للسلطات خفيفه كده يعني. هنا البتنجان الرومي ده طولي كبدول بخمسه، وبعدين ايه بتاع عالج كيلو وربع بالخمسه، كيلو ربع بالخمسه حلو قوي بقى، ونستخدمه في السلطات يعني سلطه بابا غنوج في المشويات تبقى حلوه البتنجان الرومي ده. وهنا برضو الخيار، وهنا جبت نص كيلو فلفل شطه شطه حمراء عشان بعمل بها هريسه شطه وبعينها عندي في الفريزر. ده نص كيلو، النص ب4 جنيه، كيلو فيه ب8 جنيه. انا كان عندي بطاطس فمش هجيب. جبت ايه في شويه حاجات هنا برضو من السوبر ماركت، جبت جبنه لايت طبعا عشان الدايت. الرجيم اللي سالني يا جماعه انا لسه مستمره في رجيم، والاكلات اللي بنعملها قلنا ان انا مش لوحدي، في ناس هتاكل معانا فمش هنحرمهم، وزائد ان احنا ما بنحرمش نفسنا، يعني الاكلات اللي بنعملها تبقى مثلا مش نافعة على الدايت او تقيله بناخد حاجات كميات قليله جدا. هجبت لهم علبه مربى جبنه لايت، على فكره الاولاد بياكلوا معايا وبيحبوها جدا الحاجات بتاع الدايت، وبالذات التوست والتوست البني. وجبت لهم علبه حليب كده وزبادي في الثلاجه. وهنا اللانشون جبت لهم جبنه كده صفرة ربع، كل حاجه منها اي ربع بسيط، وده كمان ايه تمن، يعني ده لانشون مدخن. لما انا عرفت ان اللانشون المدخن ببقى صحي شويه عن اللانشون العادي، لان ما بيدخلش فيه اي، ببقى اللانشون اللي هو المدخن بيبقى ساده ما بيدخلوش فيه اي مواد تانية او بيدخلوش فيه اي مقادير تانية يعني. ده فراخ، كنت عايزه اجيب رومي بس ما فيش، فده فراخ وده لحم. اللي انا اول مره اجيب المدخن ده على فكره، انا دايما ما بحبش اجيب لاولادي اللانشون، يعني اما اعمله لهم في البيت، فلما عرفت ان ده برضو يعني كويس ما فيهوش اي اضرار تانية فجبته. التمن منه ب15، يعني دول كده 30 جنيه. تمام، دي كده بالنسبة حاجات بسيطة من السوبر ماركت، حبيت برضو اعرفكم اسعارها. هنا بقى اللي هي حاجات العطار، جبت ازاز زيت زيتون زي ما قلتلكوا، اللي كانت عندي اختي دي كان فيها شوية صغيرة فخلصتها في الاستخدام، فده زيت زيتون بكر طبيعي. دي الازازة ب45، ده الطبيعي ب45، في زيها يعني ازازه رفيعة كده ب20، قال لي دي 20 دي 45، طبعا دي اللي انا بجيبها على طول يعني، حتى شكر لي فيها جامد. وجبت هنا ده بيكنج باودر وفانيليا، دي فانيليا سايبه ب5 جنيه، الحبه دول بيقعدوا فتره حلوه، وتلات اكياس بيكنج باودر. وجبت هنا فول صويا، جبت بقى شويه بروتين نباتي بقى عشان بنفعونا في الاكلات برضو بتاعت الرجيم وبديل للحوم، يعني كل شويه كله ربع بقى، ربع كيلو عدس اصفر، ربع عدس جبه، ربع لوبيا، دي اللوبيا البلدي او الفلاحي، ربع فاصوليا بيضه، ربع حمص الشام. وجبت دي خميره، دي خميره البيره او الخميره الفريش، دي كده بجنيه القطعه الكبيره دي. دي لسان عصفور حروف، ده نص كيلو، مش فاكره نص كيلو بكام. المهم ان عند العطار الحاجات دي كده كانت ب100 جنيه اللي هو بزيت الزيتون، عشان هو زيت الزيتون الغالي فيها. الحاجات دي كلها بقى هبدا ان انا اغسل طبعا الخضار واجففه كويس واحطه في الثلاجه في مكانه، والحاجات دي هفضيها في العلب بتاعتها، وكل حاجه اظبطها عشان تبقى كل حاجه جاهزه معايا ان شاء الله. عشنا المتناش للعيد، وما اجيش احتاس بقى ايام العيد اعمل ايه او ما اعملش ايه، تبقى كل حاجه تحت ايدي. طيب احنا بالنسبه للحوم والفاكهه،
طبعا ده بيجيلنا في الموسم، الموسم ده حاجة عندنا في الأرياف بتجيلنا، يعني الأب أو الوالد بيوديها لبناته كل موسم. الموسم يعني ايه؟ من أول كده السنة، من أول شهر محرم كده لما يجي تسوع، اللي هو تسوع وعاشوراء، ده كده موسم. الموسم ده يعني بيجيبوا زي سبت أو حاجة وبيحطوا بقى فيه من خيرات الله، بيجيبولك بقى اللحمة أو الفراخ، خضار بقى اللي هو بطاطس، طماطم، شعرية، مكرونة، الحاجات اللي هي الحلوة دي بتبقى سبت مليان ما شاء الله. ده كده اسم الموسم. بعد كده بعد تسوع وعاشوراء بندخل في ربيع الأول اللي هو المولد النبوي، ده بتبقى حلويات برضو مع الفاكهة واللحمة. وبرضو بعد كده في رجب اللي هو 27 رجب، رجب وشعبان ورمضان والعيد الصغير، وبعد العيد الصغير بقى بيبقى العيد الكبير. دي المواسم. طب الشهر الهجري كل اب له بنات بيودي لهم الموسم ده، ده حاجه عندنا من عادات والتقاليد. طبعا هي احنا بناخدها بنيه الزياره وصله الرحم، يعني كفايه دخلتهم عليكي. طبعا يعني مبقاش فاضيين مثلا بيروحوا، يعني احنا مثلا كاهل بنروحش بعضنا غير في المناسبات، لو في حد والد او في الاعياد مثلا، فدي غصب عنك بتروحي، بتبقى حلوه، حاجه حلوه، كفايه بقى فرحتك بدخلتهم عليكي كده. دي بالدنيا يعني، مش لازم الحاجة اللي هم جايبينها، بس دي بتبقى ايه، فرحة ودخلة الاهل عليكي، احسن من الحاجة نفسها، كفاية عند دخلتهم عليكي وصلة الرحم. ودي كمان شوية مشتريات جبناها من هايبر، بحيث في بعض الحاجات ما بلاقيهاش في السوبر ماركت العادي، لازم بلاقيها مثلا في هايبر او في سوبر ماركت كبير، فاضطريت ان انا انزل هايبر واشتري الحاجات اللي ناقصاني، لان طبعا دي حاجات هتكفينا ان شاء الله بعد العيد كمان بفترة، بحيث ان فترة العيد تكون كل حاجة موجودة عندنا، عشان طبعا احنا بيت عيلة وبيت خير مفتوح، فاي حد هيجي لنا ضيف او حاجة وهنعمل اكل يكون الحاجة موجودة تحت ايدينا، ما نضطرش ان احنا ننزل ندور او نجيب او كده، تبقى الحاجة موجودة عندنا في البيت والخير والحاجة موجودة زيادة. حابين بس نفكركم لو حد لسه في ما اشتراش حاجة، وحبيت اعرفكم برضو الاسعار. كل سنة وحضراتكم طيبين، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.